بزاف ديال الناس اللي بغيو يبداو خطوات جديده في حياتهم وتيبقى يقول لا اليوم لا، خلي حتى الغدا، الغدا لا انا ما مساليش، ربما الظروف ما مواتيش ليا، خلي حتى من بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. من بعد كيلقى راسو انه داز عام وعامين و3 سنين وهو ما دار حتى شي حاجه نهائيا. علاش؟ لانه كيتسنى الظروف الملائمه وكيتسنى بطبيعه الحال الوقت المناسب. بغي نقول لك انه راه ما كاينش شي حاجه سميتها وقت مناسب، كل نهار هو وقت مناسب، كل ساعه هي وقت مناسب. هاد الظرفيه او هاد الوقيته دابا حاليا هي وقت مناسب ليك انك تبدا اي حاجه في حياتك. علاش انت ما كتبداش؟ لانه انت في الفكر ديالك هذاك راه ماشي وقت مناسب ديالك، فهذا في الفكر ديالك انت، وطالما هي كاينه في البال ديالك فهي عمرها ما غيبان لك راه وقت مناسب، وعمرها ما غتبان لك ان الظروف مواتيه، لانها اصلا هي اصلا امورها مواتيه. النقطه الثانيه هو انه معمر الفكره غادي تكون واضحه ليك من الاول. عرف راسك انك نهار غادي تبدا راه ما غتكون حتى شي حاجه واضحه ليك، وما غتكون عارف حتى شي حاجه، والطريق ما غتكون ميسره ليك، وما غتكون فاهم والو، وانما كلشي كيجي بشوي بشوي، كلشي كيجي خطوه خطوه، كلشي كيجي بطبيعه الحال وانت بادي الخدمه ديالك. فقرار التغيير خذه من اليوم وطبقه من اليوم، ما تبقاش كتسنى فرصه مناسبه، انك طالما كتسنى فيها راه عمرها ما غادي تجي نهائيا، وغتلقى سنوات دازو وفي الاخر ما درتي حتى شي حاجه، وغتقول كون بديت من شحال هادي كل يوم انا ما عرفت فين وصلت.